بسم الله. دلوقتي عايزين نضيف حركة للمشروع بتاعنا، عايز احط كرين وخليه يبدأ يتحرك. باجي هنا اقول له ابند وابدأ اختار اول فايل وابدأ اختار الكرين دوت اوبن. طيب الكرين بيظهر معايا، هو ممكن يكون صغير او كبير زي عن اللزوم، فلو كبير ودوست هنا هيبدأ يظهر لي الحاجات المختفية. هو في الجزء دوت. طيب انا هعمل ايه بقى عشان اشوفه؟ هايد ان سيلكت ظهر معايا، هبدأ اعمل له سكيل وفي نفس الوقت هعمل له موف اهو بالشكل دوت. بعد كده هقول له اعمل لي موف ليه بالشكل دوت، واقول له اظهر لي بقى المشروع عشان نشوف متناسب معاه ولا لا. محتاج ان انا ادخله تاني في الجزء دوت، ومحتاج ان انا اعمل له موف لفوق وتظبط له السكيل بتاعه بحيث يبقى بالشكل دوت مثلا على سبيل المثال. طيب هنبدأ بقى نعلم على عليه كله كده. دلوقتي انا عايز بقى ادخل موضوع الحركة، باجي هنا في هوم واقول له انا عايز انيميتور بالشكل دوت، هقول له ضيف لي لقطة اهوت. طيب اللقطة دي هسميها مثلا كرين، وهاجي هنا هضيف ال selection ادوس هنا واقول له use animation set from current selection وتدي له الاسم اللي انت عايزه. واهم حاجة اتعلم على loop بحيث ان تفضل حركة مستمرة. وبعد كده هاجي هنا في اللقطة ديت واقول له انا عايز اعمل روتيت، تبدأ تتحرك الكرين زي ما انت عايز. ممكن تنقل النقطة دي بتاعت نقطة المركز دي لهنا بالشكل دوت. تمام، تقدر تعمل الحركة. بعد ما تتحرك زي ما انت عايز تقول له انا عايز كريت كي فريم، بعد كده تحرك ده هنا شوية. تمام، وتبدأ تعمل الحركة التانية اللي انت عايزها وتقول له اعمل لي كي فريم تاني. وبعد كده هتيجي هنا ممكن تاخد اللقطة ديت كوبي وتيجي هنا تحرك المؤشر ده لهنا وتقول له انا عايز اعمل بيست. تمام، طيب خلينا نشوف الفيديو ده بقى عامل ازاي دلوقتي. فكده انت عملت حركة في وسط الموقع تقدر تستفيد منها في اثناء ما انت مشغل المشروع. الناس تقدر تشوف المكان هيمشي منين، مش مجرد شكل، ده بتدرس حركة الكريم في قلب الموقع. سيفتي ان حاجة ممكن تخبط في مبنى، فاقدر اختار المكان. ممكن تعمل بلاننج، تقدر تشوف الاماكن بتاعت الكريم هتبقى موجودة فين. في مشروع كنا محتاجين ما يقارب 6 كرين، وبعد كده لا لقينا احنا ممكن نعمل كرين متحرك ونكتفي بواحد بس لو قدرنا نظبط الشغل. فوفرنا كتير جدا بسبب ان احنا استخدمنا تقنية البيم وان احنا استخدمنا كرين